سكن سحري يؤدي إلى الموت، إنه الديكلون أو الفولتارين. أنا نقيب أطباء دمشق. هذا المنشور غير منقول، بل أكتبه من تجربة. كلنا سمعنا في الآونة الأخيرة عن شباب أو شابات توفوا بسبب جلطة بدون تفسير. لذلك باختصار، إذا كان عندك نزلة برد، رشح، إنفلونزا، التهاب قصبات، حرارة، ربو، لا تسمح لأي أحد أن يعطيك إبرة فولتارين، لأنها ستسبب الجلطة في أقل من ساعة. حتى لو كنت تثق بالمشفى والطبيب ثقة عمياء، ارفض هذه الإبرة. له عدة أسماء تجارية، منها فولتارين، ديكلوجيسيك، كاتافلام، ديكلوفين، رومافين، ديكلوماكس، أولفين. ما زالت بعض المشافي والأطباء والممرضين يلجؤون إلى إبرة الديكلون الفولتارين كحل سريع مسكن وفعال لجميع الآلام، بالرغم من جميع التحذيرات عن مخاطر مضاعفاته في بعض الحالات. يكفي أن تدخل إلى الجوجل وتقرأ عن تركيبة الدواء والتأثيرات الجانبية، أو بكل بساطة اقرأ النشرة المرافقة لهذا الدواء. سيقول لك أن هذا الدواء، بغض النظر عن تداخلاته مع أي دواء آخر، فإن هذا الدواء بطبيعته وبتركيبته الكيميائية قد يسبب الجلطة باحتمال 37%. يمنع إعطاء هذا الدواء في حالات الصوابق التحسسية، ولمرضى القرحة، ولمرضى الكلى، وللذين يتناولون مميعات الدم والبنسلين، ولمرضى القلب والحوامل والمرضعات ومرضى الربو. وهذا ما هو مثبت ومذكور ومتعارف عليه. في الآونة الأخيرة سمعنا عن حالات كثيرة، ومنهم أقارب لي وأصدقاء ومعارف، توفوا فجأة بعد مرض قريب أو التهاب قصبات بجلطة، وهم بعمر الشباب. وكانت كل الحوادث التي سمعت عنهم قد راجعوا أحد المستشفيات وتم إعطاؤهم إبرة ديكلون. حتى أني عندما اتصلت بأحد الأصدقاء منذ أيام معزيا بوفاة شقيقه بعمر 23 سنة بشكل مفاجئ، لم يكن عندي أي دراية بحالته التي أدت لوفاته. ولكن أول سؤال سألته: هل كان عنده إنفلونزا وذهب إلى المشفى؟ قال نعم. سألته: هل أعطوه دواء؟ قال لا. قالوا إنه لا يحتاج لأي دواء، وأن حالته جيدة، فقط لديه التهاب بسيط وحرارة. رجعت وسألته بشكل مفصل: هل أعطوه إبرة ديكلون؟ أجاب نعم كمسكن. سألته: هل توفي أخوك بجلطة؟ قال نعم، ولكن لا نعرف الأسباب. وماذا بعد كل ذلك؟ ابتلع من الأرواح الكثيرين، وسبب الأذية الصحية لآخرين. رغم ذلك نجده حرا طليقا، لم تمارس بحقه أي قوانين طبية.